ينفعش كده انا اجي اشوف عيان كده واقول الباتيك سيروسس من غير ما اقراش. يعني هو الباتيك سيروسس ده قوي يعني اشوف تحت الميكروسكوب ده الكلام الصح، لكن باشعه ومش عارفه وكلينيكال بتاع في ستيجز معينه اقدر اقول ان ده الباتيك سيروسس، لكن قبلها ما ببقاش متاكد. فما ينفعش ان انا احكم على واحد ان هو الباتيك سيروسس وانا مش متاكد، خلاص بقدر اصلا بس يقول لك ان ده كورس انكوباتيك برضه ممكن ما تنفعنيش. خلاص انا شايف عنده مثلا البرومبت البوستروم باين من غير بيت الكرايتيريا وانا مش متاكد ان هو البرومبت فعلا كده عدد من الكميه غلط برضه مش متاكد، خلاص فلازم اطمن ان هو فعلا هيباتيك سيروسس، لان عشان تقول ان عيان ده دخل في هيباتيك سيروسس هتبتدي قصص كتيره جدا تانيه، هتعمل سكرين وسوجيا بس هيطمن ان عمل سكرين يا بس يا كارسنوما، وده هيمشي بسيستماتيك باترن. يعني لو انا شخص هيباتيك سيروسس العين بتاعي لو هبتدي اديله تريتمنت لحاجات معينه شخص ايه اللي جاله ايه سبب السيستماتيك بتاعه ومن اللي جاله هيباتيك سيروسس خالص عنده اوسايتس معاه وعنده سوجيا بس معالجها عنده مش عارفه ايه بس ما كناش ندور على السبب لان ما كناش بنعرف نعمله حاجه، اي كده السبب ما كناش بنعرف نعمله حاجه، دلوقتي لازم ندور على السبب. لان لو طلع بسبب الهيباتيس بي تديله تريتمنت. تديله تريتمنت مش عشان تضيع السيروسس مش عشان تضيع الهيباتيس بي، لا عشان بريفنت البروجريشن وبريفنت الديفلوبمنت في الهيباتيس سيريال كارسينوما. خلاص؟ سي عاده ما بنعملوش حاجه، لكن لو طلع ويتس بتعمل كيليشن للكبر، لو طلع هيموكوماتوز بتعمل كيليشن، لو طلع مش عارف لو هو فاتي بتقلل يعني انا عندي في بعض التشيولوجيكال فاكتور اقدر اتصرف بحيث ان انا اكيب العيان في المرحله اللي هو فيها ما يحصلوش بروجريشن يخش شباب سيريا فيري وما يجيبوش شباب سيريا فيري، يبقى انا يستحق ان انا اشخص السبب. خلاص دي اول ستيب اعرف ازاي معاك باك سيروسس. لو ايرلي ستيجز ايرلي ستيجز في سيروسس بيبقى كومبنسيت هو ممكن ما يجيلكش ممكن ما يشتكيش، خلاص فمش معنى ان هو ما بيشتكيش يبقى ما عندوش سيروسس، لا هو واضح ان هو ما يشتكيش. الليت ستيجز اللي هو بيبقى دي كومبنسيت سيروسس يعني ممكن يبقى عنده سيروسس ممكن يبقى عنده سوجيال بس ممكن يبقى عنده باك انفراكت ممكن باتو سيريا ممكن باتو سيريا كارسينوما ممكن باتو رينا ممكن حاجات كتير، وده شخص سهل جدا ان انت تشخصه بالالترا ساوند او بالديتيريتد ليفر فانكشن. خلاص لو لقيت الحاجات دي خلاص انا عارف ان هو سيريوس وانتوا عارفين كلينيكالي انا ايش ممكن ليفر وايش ممكن مجاني من الحاجات دي، لكن ايرلي ممكن اضطر ان انا اعمل ليفر فايروس في بعض الحاجات. اتفقنا؟ طيب احنا بنتكلم على سيناريو عيان ما بيتظلمش بأي طريقة. المهم اسمع من المنظار العادي دلوقتي طلع كلام جديد ان اي واحد شخص الروزس لازم
يعمل دايجنوز. اتفقنا؟ من غير ما يشتكي، من غير ما يبقى عنده بليدنج، من غير اي سبب. انت بتعمل السوجيال بس. ليه؟ علشان تبص. انت عايز اهتمام، يعني احنا مش بندور على فيرتيك الانسر ولا اي حاجه زي كده، احنا بندور على بريزنس اوف السوجيال بس. لو لقينا السوجيال بس ناخد اول سناب، لو ما لقيناش السوجيال بس يبقى هنعيد من النظام ده في خلال من سنه ثلاث سنين. مش هنمد ايدنا عليه قبل من سنه ثلاث سنين، لان احتمال ان هو يديفلوب السوجيال بس جديده واحنا النهارده ما كانش عنده قدامنا من سنه ثلاث سنين. جميل؟ طب ده لو ما عندوش. لكن لو عنده عادي سنه، هي سمول فيرسز ما فيهاش ريسك ساين وبليدنج، مش هنعمله حاجه وهنعيد المنظار تاني بعد سنتين. لو هو فيها ريسك ساين وبليدنج، لو هو تشايلد بي او سي، هنديله بروجرام، هنديله اللي هو الماكسيمم هيلث بيتا بوك. اتفقنا؟ ليه بنعمل كده؟ ولو هي اكبر من كده او هو الحاله اكتر من كده ممكن ندي البيتا بلوكر. واحيانا الناس لو هي مش حابه ان هي تاخد بيتا بلوكر او كونتر انديكيتد ساعات نعمل لهم بروفلاكتيك بان فايليشن. طب ليه احنا بنعمل كل القصه دي؟ مش عارف تاخد ده شغل اللي بيعمل منظار. بس انتوا عايزين تعرفوا ان اي واحد عنده سيروزس لازم اعمل له منظار. اول ما يتشخص شخص عنده سيروزس اي كانت الشكوى بتاعته حتى لو ما بيشتكيش. يجي لي عيان تفتكروا احسن ان انا اعرف ان حد عنده سوجيه بس ولا لا؟ ولو هي صغيره هي بيتا بلوكر بحيث ان هي ما تنزلش وما تكبرش. بيتا بلوكر فايدته ايه؟ اللي هو الناس اللي بتاكل بيتا بلوكر فايدته ان هو بيقلل البورتال بريشر. خلاص؟ فالبيتا السوجيه بس دي مش هتنزل ومش هتكبر. خلاص؟ ولو هي كبيره انف ان هي وارد ان هي تنزل وتكبر ومش عايزه كده ممكن اعمل لها بروفلاكتيك بانج عشان ما يحصلهاش. كل القصه اللي بعملها ده عشان عايز العيان يجي لي وهو مسافر في اي حته او هو في الريف او هو حالته نفسها مش كويسه ويجي لي بالدين. تفتكروا عيان ماشي بسيروزس كويس كومبنسيتد لو جاب اتاك اوف بليدنج ايه اللي بيحصل بعدها؟ اسايتس او ملك ايه؟ فراكسي او يخش مني يخش كونتاكت بتاك بتويس او بالو ايه او اي حاجه زي كده. ماشي بقاله اربع خمس 10 سنين كويس، اول ما تجيب اول اتاك اوف بليدنج ممكن يديتريت مني مره واحده وممكن المورتاليتي ريت عالي على حسب هيتلاحظ امتى. خلاص؟ واحنا ممكن يعدي من الستيج للستيج اللي بعدها عشان غير وانا مش عامل حسابي هيموت بلاد هيخش في باتيك انفراكس هيخش في مشاكل كتير جدا يحصل له ليفر دي كومبنسيشن شويه كده في سايتس من عنده حلو. فعشان كده انا بحضر نفسي قبلها كل حاجه انا مش عايز افوجا بيها انا عايز احضر نفسي. يبقى دي اول خطوه هعملها لواحد عنده سيروسس. خلاص؟ هعمله منظار ابتدي اشوف ايه اللي عنده وعلى حسب نتيجه المنظار انا هتابع بعد كده. طيب العيان اللي فعلا عملوا له منظار من سنه ولو عنده مودريت سايز وسوجيال باكس وتريتد ويز بروجرامينج هو 10% 10 ملي جرام توايز ديلي يعني اللي هي نص ديكتيف بيتا بلوكر. احنا لما بندي البروجرامينج او اللي هو بنسميه الانترول ليه بقى هدفنا على بنديه ده بيقلل لنا البلاد فلو اللي رايح للليفر فبيقلل لنا البورتال بريشر لان زي ما انتم عارفين السوجيال باكس دي بورتال هايبر تنشن خلاص فاهم بعد كده. بدي الدوز بناء على ايه؟ حتى هيطلب منكم لو جيت فوق الكبد او اي ناس بتشتغل من الموضوع دوت اما بدي الاندرول او البروجرام لون ببتدي بدوز صغيره بروفايد مع ان مش عندهم كونتر انديكيشن زي الناس اللي عندهم اشماتيك او اي برونكوسبايس اللي هو بيعمل برونكوسبايس. الحاجه الثانيه ما يبقاش العين هيبو تانس وديهوله لان هينزل لي الضغط ما يبقاش العين برادي كاردي اقل من 60 وديه البروجرام لون يبقى دي كونتر انديكيشن اللي انا بديها. خلاص؟ ما اقدرش ادي البروجرام. طيب انا اديه ايه هبتدي بدوز مثلا 10 ملي جرام او 20 ملي جرام هعلي الدوز ولا هي دي دوز سفشنت ولا هعمل فيها ايه؟ لا انا قبل ما بوديه بقيس حاجه اسمها الستارتنج باكس. الباكس بتاع العيان بتاعي كان النهارده ليه؟ مثلا ابتديت الدوز اللي بتبقى 10 ملي جرام 20 ملي جرام وكل مثلا اسبوع برفع الدوز. ثم هو بيستحمل لا دخل مني في برونكوس باز ولا دخل مني في هايبوتنشن ولا دخل مني في بريدي كاردي واقدر اعلي الدوز هقدر ارفع الى مدى الهيك؟ لا انا عندي ليميت ان انا اعمل ريدكشن 25% من الاوريجينال باكس. يبقى الاوريجينال باكس اللي انا قيسته كان 100 انا عايز اقلله 25% عن الاولاني يعني يوصل لكام؟ 75 انا يوصل 75 هي دي الدوز اللي المفروض ان هي عملت نورماليزيشن للبورتال بريشر. عندي طريقه ثانيه ان انا اعمل اقيس بيها ان انا ادخل كاستر انسايد البورتال فين واقيس. تفتكروا مين اسهل؟ طبعا الستارتنج بارس واعمل له ريدكشن. خلاص عشان كده ما ينفعش ان انا ادي عين بيتا بلوكر وانا ما قيستوش البارس او حتى قيسته وطمنت ان هو مش بريدي كاردي الحمد لله ما عندوش كونتر انديكيشن ورحت جربت بيتا بلوكر. ده الدكتور اللي بعدين اه انت ماشي على ايه؟ على 20 ملي جرام. طيب احنا عايزين نزود الدوز. طب احنا كده كويسين ولا لا؟ عشان الاولاني ما قسمناش الستارتنج باكس ولا لا؟ تاني يوم مش قبل. لا مش قبل. انت تحسبيها انا ما اعرفش انا بضرب لكم مثال بالمية عشان تدي بقى كده بعرف احسبها بس انت احسبي ان من اول 25% يعني النص 50 النص 40 يبقى 25 20 يعني بيوصل ل 60. احنا 60 ما تعمليش اقل من كده. خلاص وفي ناس بتقول لك نزله يعني انت ما تقدرش تنزل عن 55 60 حتى لو كان
يزيد 55 60 ما تنزلش عن كده تمام. طبعا الانفيزيف ميثود ان انا اقيس البورتر بريشر لغايه ما ينورمالايز، انا عمال اعلي الدوز لغايه ما ينورمالايز. فاري انفيزيف عشان اعمل حاجه سو كومن بالمنظر ده اعمل انفيزيف انفرتر. اوكي ده في الريسيرش. طيب ده العين بتاعنا كويس لو مودرن سايز عنده سوجيال فيرسس وبدوله فعلا بالبرانول اللي هو 10 ملي جرام توايس. الكارنت فيزيكال اكزامينشن بتاعه لا اللي عنده الهارت ريت 60 وعرفنا ليه هو 60 بسبب الانرول اللي بياخده، والبلاد بريشر بتاعه 138 86 هو فعلا بياخد لايسين برانك ده بينزله البلاد بريشر، والانرول برده من الحاجات اللي بينزله وده ساتسفاكتوري. يمكن يكون السيت التمرين عالي شويه بس ده بلاد بريشر كويس. عيالينا بنخاف ان هم يخشوا في هايبوتنشن. ليه؟ فاكرين زمان في الفسيولوجي المفروض العيان يخش في هايبوتنشن على شهر كانوا بيحصل ايه؟ بيحصل ريدستريكشن للبلاد صح؟ يحصل سبلانكت باس دايلاتيشن اللي هي باس كونستريكشن وسكين باس كونستريكشن صح؟ عشان يسيب البلاد للبرين والهارت. طيب في الناس الاصحاء العاديين لما يجيلهم هايبوتنشن وشك الليفر هتستحمل كميه الباس كونستريكشن وديكريس الهيماتيك برفيوجن ساعات كتيره جدا وكميه شك كتيره كبيره جدا، لكن الديز ليفر ما بتستحملش. يعني انت الديز ليفر كانت متوصمه بشويه البلاد سبلاي والالكترولايتس والحاجات اللي داخله والاكسجين، تيجي ايه بتلمع لها بلاد لفتره طويله بتخش في ليفر ديكمبوزيشن. فعشان كده العيان ما ينفعش يخش في هايبوتنشن، عشان كده الخطر ان هو يخش في كليني 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 هايبوتنشن. عشان كده احنا اضطرينا نعمل لهم انذار عشان ما يجيبهمش كليني عشان ما يخشوش هايبوتنشن لان ده هيعمل لهم دي كومبوزيشن. على فكره هتلاقوا لما تشتغلوا في قسم الكبد ولا اي اقسام بتكتبوا العيان من الفريكنج بتكتب هتلاقوا لا عيان لسه جوه انت ممكن ما تكتبوش حاجه خالص هو لسه جوه ولا ليفر سبورت ولا 6 7 طبق تايبس ليفر سبورت والعيان طالع جاهز الداخل بيجيب ليفر سبورت كل ده كلام مش بقى هتشوف لغايه بس يجيب لسه واحد جه تريك انت عارف اهم حاجه تعمل البارامترز اللي المفروض تعمل كده. عنده سايكس عالي جوه يمنعه وعنده سكوتيش بتكتب الناس عليها عنده سوجي عنده حاجات عمالي السلوس في حد ذاته مش هعمله كده خلاص زي ما اتفقنا. ممكن لو الايتيولوجي عرفت توصل له والايتيولوجي اقدر اوقفه او اشيله ماشي، لكن كسلوسس ما عنديش حاجه علاج للسلوسس ليفر ترانسبلانتيشن ما عنديش تاني خلاص. لكن فهي دي مش المشكله. الفكره اهم حاجه دي احنا مش بنعملها العيان ده ما يخشش في ديكومبوزيشن. ده اهم حاجه تحافظ على عيانك كده. يعني هو في واحد يمكن عايش 10 20 سنه وكويس وهو بنفس الستيتس بتاع تشيل خمس سنين ما ادتلوش هيماتو نفس الدرجه ما دخلتلوش هيبوتنشن ما دخلتلوش الكترايد ستيرويدز. هيبوتنشن ممكن يجيله من ايه؟ طبعا انت ما تعملهاش ايكوجينيك تديله دواء زي الادرار لو زودنا الدوز ممكن يخش في هيبوتنشن. يبقى انا زي ما كنت عمال اعمل حاجه ده هو في لك ده باص الدنيا يبقى لازم اخد بالي ما اخشش في هيبوتنشن خلاص. عشان كده في حاجه عايز اقولها لما نقيس البلاد بريشر العيال بتشوف ده انا هقلبها بلاد بريشر مش بركز ستاندنج اهم حاجه هو سكين يعني موضوع السن عشان تفرق موضوع مش حاجه بتمشي صح. بس الريكورد الرقم اللي انت بتاخده عشان تريبوست ده بلاد بريشر بتاعه كذا ما ينفعش سبايل بوزيشن خلاص. ده كان يعني كلام قديم دلوقتي سيدد واتليست سيدد فور 5 مينتس يبقى ماشي عين بلاد بريشر لازم يبقى سيدد قاعد وقاعد 5 دقايق مش هتجيبه من بره وتخين على الدور ومش عارف ايه انت وتخلوا الجلاس لا قعد 5 دقايق وبعد كده اسمه بلاد بريشر خلاص في الرايت ارم لان في فرق بين الرايت واللفت رغم ان الناس هتقول لي ليه اكيوت مش عارف صح 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 بس احنا قلنا على الرايت سايد وما بنجيش في الرايت سايد. اوكي ده بالنسبه للرايت سايد مش عايزين عيالنا تخش في بوتنشن ما يخشش في الكترايد ستورمنت. يعني بنحذر عيالنا ان الخطر اللي يجي لك وامدي الخطر اللي هي الدائريه. طب خطر يعني ما جيبهمش انت مش بمزاجك بس لو جاله لازم يروح مستشفى عشان يتعلق المخاليل عشان ما يخشش في هايبوتنشن ويتظبط الالكترولايتس لان الدايريه والفوميتنج ممكن يعمل هايبوكاليميا ودي ممكن تعمل مور ديتيريشن. ما تديش انا الدراجز من عندي تعمل ايه الكترايد ديستربنس. فانت بتحذر عيالك من كذا حاجه لان العيان لو دخل عمل عمليه انت مش كل واحد يجي لك اي واحد هيرسي عايز يعمل سيرجري ممكن يقول له روح اعمل عمليه مليئه. ايه الكترايد بتفكر مره واثنين وثلاثه ده ينفع ليه سيرجري ولا لا لان ممكن يديك كومبنسيت. فالامرجنسي سيرجري انت مضطر دي لايف سيفنج. طب الالكتيف سيرجري اقدر ما اعملهاش ممكن يبقى ما تعملهاش وعلى حسب حاجه اسمها التشايلد ستيج هنقولها دلوقتي. اوكي طيب البادي ماس اندكس بتاع 32 حد بيعرف يحسب البادي ماس اندكس؟ هو بس ما بيستخدموا الويت على فكره يعني هي البادي ماس اندكس عشان احسبها ان ريليشن للبوم خلاص. انا بستخدم الويت ده بالبلد بالليفر
لا يعني لو عندهم سوجيال باكس هما تشايلد ايه ممكن يبعتهم سيرجري ممكن هيستفاد لان هو لسه ايرلي. اما هي نفس عشان الليفر ترانسبلانتيشن يبقى تشايلد سي ما ينفعش واحد لسه ايرلي وعايش وكويس او بعد الليفر ترانسبلانتيشن. الاختيار ان انت تدي انرول او ما تديش برضه على حسب التشايلد ايه التشايلد سكور بتاعك. الحفله دي يمكن المفروض تبقى عندكم هو في ورقه لغايه لما براكتس هتحفظوها حتى مش هتعرف تحفظها كده ويعملها انت ممكن تفضل حاططها معاك في النونه كل ما يجي لك عيل اه ده تشايلد ليست خلاص يعني دي مش بتركز انت شغلك جاي كده حفظها. عارفين بتعملوها ازاي؟ انا دي 1 بوينت يعني بدي سكور درجه